نتكلم في هذا الموضوع، لكن حضرتك واحد من الناس اللي عارفين كويس جدا ان مثلا سفريه زي سفريه زيمبابوي دي بتؤثر بشكل سلبي كبير جدا على اللاعبين. الناس تقول لك اصل الناس بتقارنك هنا باوروبا. ما ينفعش يا كابتن مقارنه هنا باوروبا، اوروبا ما بين بلجيكا وهولندا خط بتعديه تروح هنا لهنا. انا عارف، لكن انت هنا بتسافر، يعني انت مسافر 12 ساعه و13 ساعه لغايه زيمبابوي وانت رايح. انا مش بتكلم على، انا بتكلم بشكل عام ان سفريات هنا سفريات طويله جدا مع ضغط يعني انت ما ينفعش هنا يا كابتن تلعب كل 4 ايام مباراه، ما ينفعش. لانه انت يعني تخيل حضرتك النادي الاهلي لعب مباراه الجونه تقريبا وسافر بالليل راح 13 ساعه، كان لازم يظهر بهذا المستوى في المباراه الاخيره، كان لازم تحصل اصابات، ولازم كان لازم تحصل اصابات. بص انا طبعا انا حللت الموضوع ده من سنوات، يعني برضه في شكل دراسات عملناها. الانديه الكبيره دي ما بتستريحش، ما عندهاش راحه، ما بتستريحش. زمان كان في شهرين يقول لك فتره الاعداد 90 يوم، 90 يوم في الاعداد بيقول لي، ونرسم الدايجرام اللي هو الرسم البياني في كيفيه تبدا فتره الاعداد وتطلع بالفتره. وفين فتره الاعداد ده؟ ليه ما بيستريحش 4 5 ايام بيخش في البطوله اللي بعدها والبطوله اللي بعدها؟ فواضح انه، واضح انه العمليه تراكم المباريات وعدم جاهزيه اللعيبه المصري عموما انه تحت الضغوط دي يستمر فترات طويله فبتيجي الاصابات. فالاصابات اللي بتيجي يتير يعني يا مثلا رباط صليبي، يا مثلا تمزق. التمزق دلوقتي بياخد 2 3 اسابيع مينيمم. اقل حاجه معناها كلها اجهاد. سفر طبعا لما تيجي تسافر الكاميرون لازم تطلع اثيوبيا تقعد في اديس ابابا 8 ساعات 8 6 ساعات، وتطلع 6 7 ساعات، وهكذا العوده يعني. وبعدين انت بتبقى متلخبط، الثمان ساعات دول هقعد فيهم في الاوتيل، هقعد فيهم في المطار، ولا هطلع اقعد في اوتيل وارجع تاني؟ ما هي كل ده تعب رايح جاي. لا بالعكس، لو رحت المطار ورجعت كمان اصعب، خليك في المطار قاعد. ما هو بس ده متعب برضه طبعا. انا بقول لك كل الحاجات، وبالتالي لازم الجمهور يعرف الكلام ده كويس، ان السفريات الطويله في افريقيا متعبه جدا. السفريات في افريقيا عموما لا صعبه جدا، متعبه جدا، متعبه جدا. انت عارف عشان 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 تروح لزيمبابوي يتروح عن طريق جوهانسبرغ، وترجع على زيمبابوي تروح عن طريق اثيوبيا، وهكذا. دي مشكله كبيره جدا. هي السفريه الاخيره كانت لوساكا اديس ابابا، اديس ابابا كايرو، بعد كده ايوه ما هي كده وهم راجعين يعني. ما دي النقطه اللي هي انت يعني قلت الكلام المهم جدا. الاصابات دي ناتجه عن تعب في السفر، عن اجهاد عضلي، عن تراكم مباريات، عن نوعيه اراضي ملعب، نوعيه جو. بس انا اتمنى انه بس بتوع الاحمال اللي شغالين دول يكون عندهم برضه يعني مستوعبين الوضع زي ما انا وانت بنتكلم. التدريبات يكون فيها نوع من التدريج، يكون طبعا لازم يكون استشفاء الحاجات اللي فيها طبعا. وانا عرفت انه في اجهزه جابوها بالنسبه للعيبه اللي بتكون عضلاتها، ودي حاجات مهمه جدا الحقيقه. طيب خلينا نطلع نشوف اصدقاء كابتن شطه هيقولوا ايه عنه ونرجع نكمل.